هل الوحي الإلهي لم يكن يعرف عدد الذين أشرفوا من القوة اللي هو جه في 2 ملوك اصحاح 9 عدد 32؟ فالبعض بيقول العدد اللي هو في سفر الملوك الثاني اصحاح 9 عدد 32، فرفع وجهه نحو القوة وقال من معي، فأشرف عليه 2 أو 3. بيمسكوا في كلمة أو، دي هي دي فيصل الشبهة، 2 أو 3 من الخصيان. فبيقولوا إيه؟ هو الوحي ما كانش عارف عددهم، هما 2 ولا 3، هو الوحي بيخمن، مش ده مكتوب، بتقول الكتاب المقدس مكتوب كله بالوحي من الروح القدس، فكان عددهم 2 ولا 3. طبعا اللي بيتساءلوا هذا السؤال واللي بيحطوه في المنتديات المسيحية اللي نقل لنا منها أستاذنا الحبيب جيسس إز ماي لاف، هو بيكرروه بعض الإخوة المسلمين، وحضراتكم عارفين ليه بيكرروا هذا الكلام، لأن طبعا عندهم حاجات في الوحي عندهم الإسلامي فعلا مش عارف، بيقول يا 3 ورابعهم يا 5 وسادسهم يا 6 وسابعهم ولا 7 وثمانهم والحاجات دي كلها. فهو فعلا الوحي الإسلامي بيخمن في حاجات كتير لأنه هو مش عارف، فكالعادة الأسلوب الدفاعي لأن هم مش عارفين يردوا على هذه الأمور اللي موجودة عندهم، فبيحاولوا يدوروا على حاجة يمكن تشبه الموضوع ده في الكتاب المقدس، فيقولوا لك طبعا أنتوا عندكم كذا يا مسيحيين، والمبدأ اللي مرفوض اللي هو يعني ما تعايرنيش، لا تعايرني ولا عايرك، الهم طيلني وطيلك، يعني ما احنا الاثنين عندنا المشكلة دي فما تفتحهاش مرة تانية. ليه؟ لأن هو مش عارف يجاوب عليها عنده. لكن أنا لا يهمني على الإطلاق في الوقت المسيحيات الفكر الإسلامي لا من قريب ولا من بعيد، لذلك لن أتطرق إليه في هذه الشبهة في الرد عليها. الحقيقة في الشبهة دي أو التساؤل ده السبب هو قلة دقة التراجم في توضيح النص الأصلي للعدد ده بالذات. فاللي فعلا يقرأ العدد ده بالعربي أو في الحقيقة بالإنجليزي في بعض الترجمات بالإنجليزي قد يتبادر إلى ذهنه النقطة دي، هو الكاتب مش كانش عارف عددهم 2 ولا 3؟ حتى البعض قال، يعني سمعت البعض بيحاول يقول، فقال ايه المشكلة، الوحي ما قالش لكاتب السفر عددهم كام؟ لا، هو الموضوع مش كده خالص، الوحي بيقود كاتب السفر بحيث لا يخطئ في اي تعبير لا لغوي ولا تاريخي ولا اي شيء من هذه الاشياء. اللي يقرأ العدد بالعبري على طول بيعرف ان المعنى أوضح من كده بكتير، ولا يوجد به أي خطأ على الإطلاق ولا موضوع تخمين. باختصار الرد في البداية لا يوجد كلمة أو اللي هو أداة الربط اللي هي في العبري أو، اللي هي ألف فاف، اللي هي مفروض تتقال في العبري 2 أو 3، يتقال شنيم أو شلاشة. كلمة أو اللي هي أليف فاف دي مش موجودة في العبري، مش موجودة في كل المخطوطات العبرية خالص، لا النص المصوريتك ولا النص حلب ولا لينينجراد ولا غيره، لا توجد كلمة أو. العبري بيقول 2 3 بس، عشان كده المعنى الحقيقي للعدد ده مختلف تماما عن اللي بيبدو في الظاهر في النص العربي. ادي العدد عبري قدام حضراتكم، ادي نصا، وادي بيقول قدام حضراتكم اهو شنيم شلاشة او شلوشة، اسف، 2 3، مفيش في النص، مفيش اللي هو كلمة او. وآدي قدام حضراتكم حتى اللي هي الترجمة اللي بتتحط معاها المعاني من قاموس سترونج، اهي كاتب شنيم شلاشة، مش حط كلمة أور. لو هناخدها بدقة شديدة لفظيا، فرفع وجهه نحو القوة وقال من معي، من، فأشرف عليه 2 3 خصيان. ووضحت ترجمة على فكرة كينج جيمس، بس مش هتلاقوها موجودة في كل النسخ المطبوعة من كينج جيمس، إن كلمة أور هي فقط إضافة من المترجم. عشان كده لو تلاحظوا تبصوا معايا هنا ترجمة كينج جيمس، هتلاقوا كلمة أور دي محطوطة بخط مختلف كمان إيتاليك، مش الخط المعتاد.
لو بصيتوا في الجزء ده. معايا؟ وأيضا كينج جيمس بأرقام سترونج وضحت إن الكلمة غير موجودة في العبري. والسبعينية كتبت 2. وأيضا ترجمة نت بايبل كتبت في التعليق إن العدد العبري بيقول 2 3، ما بيقولش 2 أو 3، 2.3. ده من النت بايبل. كويس لغاية دلوقتي؟ على فكرة اللي بينادوا بالتحريف وتغيير النسخ علشان يظبطوا المعنى ويحطوا فكر ويخلوا الموضوع، طب ما حرفوش العدد ده ليه؟ لو هم شايفين رقم 2 رقم 3 بدون رابط بينهم، لا 32 ولا 2 أو 3 ولا 2 و3، ما صلحوش ليه النسخ اليهود لو عايزين فعلا بيغيروا في العدد عشان يصححوا الكتاب المقدس؟ مش كانوا المفروض يصححوا العدد ده؟ فين التحريف؟ آجي للجزء المهم. يعني إيه 2 3؟ يعني إيه لما يقول في أشرف عليه 2.3 خصيان؟ يعني إيه؟ خلينا نفهم الموقف مع بعض بحاجة تاريخية بسيطة جدا علشان نفهم بيتكلم على إيه العدد ده. كويس؟ أولا بيقول أشرف 2 3 من فين؟ من القوة. إيه القوة دي؟ الكلمة القوة اللي هي النافذة، بس بتبقى نافذة مرتفعة في المباني. فمثلا زي قاموس الكتاب المقدس يشرح لنا كلمة قوة اللي هي عبارة عن شباك نافذة. وفي أنواع منها اللي هي تغلق وتفتح بحركة معينة زي ما جه في سفر التكوين 8:6 و2 ملوك 13:17 وهكذا. دايما بتبقى مرتفعة عن الأرض، عن مستوى الأرض، وبيبقى ليها حواجز وبيبقى ليها قضبان قوية وهكذا عشان محدش يقدر يدخل من القوة دي إلى البيت. فصورة القوة لو حد عايز يشوف في المباني الأسرية، بس طبعا خلاص مش محطوط أي قضبان ولا أي شيء زي ده في بعض المباني الأسرية زي البقايا ليزرعيل، وده فعلا مبنى أثري موجود في منطقة يزرعيل الحقيقة حاليا، اللي يحب يروح يقدر يشوفه أو من خلال جوجل إيرث. ده القوة اللي بنتكلم عليها، بتبقى مبنى مرتفع عن السطح، عن مستوى سطح الأرض أو حتى الأرضية اللي واقف عليها الإنسان. يعني لازم بيرفع جسمه، يعني زي ما بيقولوا بيشب عشان يبص منه. شايفين معايا؟ ده منظر القوة. طيب فهمنا الموضوع بيتكلم على شباك مرتفع. يعني ايه برضو اشرف عليه من الشباك المرتفع ده 2.3 خصيان؟ باختصار ياهو ابن نمشي ده اللي كان قائد للجيش في مملكة اسرائيل الشمالية، بعد ما مسحوا خادم إليشع النبي ونصبه ان هو يبقى ملك على اسرائيل او المملكة الشمالية، ونصبوا بقية القواد اللي كانوا معاه ملك على اسرائيل، وانقلب على يورام الملك الحالي في الوقت ده، وقتلوا في حقل نابوت اليزرعيل. وبعد كده اتجه الى يزرعيل، المكان او القصر او القلعة اللي هي شفنا صورتها دي، اللي كانت تقيم فيها ايزابل عشان يقتلها، وهي عرفت ان هو خلاص قتل يورام. فيقول لنا سفر الملوك الثاني 9:30، فجاء ياهو إلى يزرعيل، ولما سمعت إيزابل كحلت بالأثمد عينيها وزينت رأسها وتطلعت من الكوة. راحت وبصت، تطلعت يعني رفعت رأسها من الكوة عشان تبص. يقول لنا العدد أنها تكحلت وتزينت، هي غالبا قصدت أن هي تغوي ياهو ليقبلها وتعطيه مسندة في ملكه، أو لو رفض وحيقتلها تفضلت أن هي تموت بكامل زينتها كملكة. واضح أن هي إنسانة، واضح أن هي إنسانة قاسية القلب قوي قوي، هي ما بكتش على أولادها. وعشان كده سفر الرؤية لما حب يشبه امرأة زانية شبهها بإيزابل الزنا الروحي، وهي تقريبا في العمر تقريبا 55 سنة في الوقت ده. وعند دخول ياهو الباب قالت أسلام لزمري قاتل سيده،
هي بتقول لي ياهو فاكر زمري لما قتل الملك عشان يستولي على الحكم، لما قتل إيلا زمري اتقتل بعدها ب7 أيام على يد عمري. فهي بتقول الكلام ده عشان تخوف ياهو من تقابلك ب40 سنة، لما زمري قام قتل إيلا زمري ده اتقتل بعدها ب7 أيام، فأنت كده زيك زي زمري هتتقتل بعد كام يوم طالما أنت قتلت الملك. وهي واضح ان هي كده من النص الكلام عارفة ان هو احتمال عالي ان هو يقتلها. طيب واحدة متوقعة وهو معاه الجيش بالكامل، هي معهاش حد، فهو سيطر على كل الجيش والحراس والجند، فضلها مين؟ جابت معاها بعض الخدام اللي هم الخصيان ليحموها، وغالبا قفلت الباب عشان ما يقدرش يدخل القلعة اللي حضراتكم شفتوا صليتها من شوية صغيرة، عشان كده جابت مجموعة من الخصيان معاها يكونوا في حمايتها، وقفلت الأبواب وبقت تبص من القوة المرتفعة. فرفع وجهه نحو القوة وقال من معي؟ من؟ فأشرف عليه 2 3 خصيان، فقال اطرحوها، فطرحوها فسال من دمها على الحائط وعلى الخيل فدسها. واضح ان الخصيان دول كمان ما كانوش طايقينها، قاعدين جوه القلعة وقفلوا الباب، او جوه المبنى ده الحصين وقفلوا الباب، وجاهه جاي بالجيش وهي بتقول له السلام لقاتل زمري. فقال الخصيان اللي موجودين حواليها المفروض هي جايباهم يحرسوها، قال لهم ارموها من الشباك، ارموها من القوة المرتفعة الشباك العالي ده. بس إلقاء امرأة مثل إيزابل الشريرة ده مش أمر سهل، مش واحد كده مش شباك واطي يزقها زقة خفيفة تروح واقعة منه، لا ده أمر محتاج إن هم يكتفوها لأن هي مستعدة، ويرفعوها ويرموها من الشباك العالي رغم مقاومتها. كام واحد من الخصيان يستطيع أن يلقوا إيزابل بسرعة من شباك مرتفع بهذا المنظر من القلعة اللي شفتوها حضراتكم؟ ده ما يقدرش حتى الرجلين يرفعوها بالسهولة دي، وخاصة إن هم مش رجال عسكريين، دول ناس بيبقوا خصيان مسؤولين عن خدمة النساء، النساء في القصر الملكي. ممكن البعض بيقول هم الوزراء أو الرجال المسؤولين، لكن قد يكونوا من الخدام اللي هم بيخدموا بيت النساء. لكن نقدر نفهم انه مجموعة منهم يقدروا يعملوا هذا الامر بكل سهولة. وإيزابل مش هتجيب واحد ولا اتنين بس يحموها، جابت مجموعة. فهنا بيوضح لنا ان كان في 5 خصيان خلف إيزابل لما كانت قرب القوة. لما اتكلم ياهو وبقال من معي اشرف عليه 2 وأشرف عليه 3، عشان كده قال العدد أشرف عليه 2 3 من الخصيان، يعني مجموعتين 2 ومجموعة تانية 3 تبعتهم. واضح؟ عندما أمر ياهو إن هم يرموها الخمسة راحوا شايلينها هيلة بيلة وكتفوها ورموها من القوة من فوق، وهي ما تقدرش تصارع الخمسة لأن ده هيبقى سهل جدا بالنسبة لهم يسيطروا عليها. عشان كده قال العدد فأشرف عليه 2 3 خصيان، 2 أشرفوا أولا، 3 على طول بعدهم، وكلهم اشتركوا في إلقائها من القوة. معايا؟ بس ده الأمر باختصار شديد، لا فيها عدم معرفة من الوحي، ولا الوحي بيخمن ولا بيقول بس وتش، ولا 2 ولا 3 وانتوا تختاروا، الله أعلم. والآن عرف إن ما كانش عارف قبل كده، لا ما فيش الكلام ده خالص. الوحي عارف العدد كويس، بل عارف الترتيب كويس جدا، وأذكر 2 أولا ثم 3 والخمسة ألقوها. بس ده باختصار شديد هذه الشبهة، مجموعتين 2 أشرفوا أولا، 3 أشرفوا بعدهم، الخمسة شالوا إيزابل ورموها من الشباك من القوة المرتفعة العالية اللي وريتها لكم دي فواحد بس. لا شبهة ولا محتاجة تكرار، ولا محتاج الناس يطلعوا يجروا بسرعة يلا ننشرها في المنتديات المسيحية علشان نقول للمسيحيين عندكم حاجات زينا، لا خالص. ده باختصار شديد.